يسلم ايديك. شو كنت عم تقلي؟ عم بسأل عباريزاد. انا برأيي انه باريزاد اللي حمل عني مصيبة مستحيل يكون مجرم. لا، يعني برأيك انت انه هو مظلوم بهالقصة اللي صارت؟ باريزاد جوهرة حقيقية، متأكد انه تورط بهي المصيبة لانه عم يشيل قصة عن حدا 100%. ابصر شو القصة. قال هو بسجن كاراتشي هلأ، وقال اخواته تبروا منه وحرموه من كل شيء. هدول مو اخوات، الاخوات ما بيعملوا هيك ابدا. ايه والله معك حق. انا عم فكر روح زوره بالسجن. من شانه بتروح على كاراتشي؟ ما رح اتخلى عن رفيقي ابدا. اصلي برد قلبك. ليش لا؟ شو بده المحامي؟ بده ياني وقع على اوراق مهمة من شان كل شي تارك لي اياه المعلم. كيف بدي اتعامل مع هالوضع؟ تتعود وبتدبر حالك. انا بكره رح يبتوا بقضيتي. سألني اللي بدك اياه وحاول تستفيد من هالوقت لبكره. ونحنا بالسجن؟ ايه، أصلاً برا هو سجن أكبر، أما هون مانو سجن، خاصة للأغنياء بيتوفر لهم اللي بدهم إياه. أنا رح أمن لك مبلغ كبير ورح تقدر تعيش هون أحسن عيشة، براد وتلفزيون وكل شي بدك إياه بيتأمن لك هون بالسجن؟ إيه إيه. لكان الغني حتى بالسجن بيقدر يعيش مرتاح، على عكس الفقير بيعيش معتر بالسجن وبره.